كلمة لا إله إلا الله بتدينا موقف صريح وواضح بين كل التيارات الفلسفية، وتدينا موقف أخلاقي، وتدينا حل اجتماعي وحل سياسي حتى كمان. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. معناها إيه؟ ببساطة شديدة أن الحقيقة شهدت لذاتها، وشهد أيضا الملائكة وأولو العلم. معناها أن في تعدد حقائق، الله حقيقة والملائكة حقيقة وأولو العلم حقيقة. أهمية الآية دي إنها بترد على كل التيارات الفلسفية الموجودة، لأنها الآية بصريح العبارة بتقول إن الكسرة حقيقية، يعني أنا حقيقة وأنت حقيقة وكل واحد منا حقيقة وله فعل ويحاسب ويسأل ويكلف، كما أن الله الحقيقة الكبرى. فإذا في موضوعات متعددة، وفيه ذوات متعددة، ذاتي وذاتك، وفيه الذات الإلهية الكبرى اللي هي خالقة كل شيء. ليه الكلام ده بيرد على التيارات الفلسفية الموجودة؟ لأن في تيارات فلسفية زي التيار الشكي بتاع ديفيد هيوم والتيارات المثالية المطلقة. ديفيد هيوم قال ما فيش غير أنا، حد موجود غيري أنا، أنا وانتوا كلكم أحلام جوه دماغي، كل الكون ده حلم جوه راسي، ما فيش حد ما ولا موجود إلا أنا. وكتب وألف مؤلفات غريبة قوي في مسألة اللي إيه، ما فيش حقيقة غير الذات، وكل الموضوعات دي ذاته هو، الذات المشاهدة، وكل الموضوعات دي حلم جوه الذات، ما فيش. فهو في مقابل الذات لغى كل الموضوعات ولغى الكون وما فيش إلا الأنا بتاعته. ومشيت الفلسفات المثالية المطلقة في هذا الطريق التجريدي البحث، بينما في سكة تانية مشيت العكس على طول اللي هي الفلسفات المادية. الفلسفات المادية قالت لك ما فيش حقيقة إلا المادة، الكون الموضوع اللي احنا عايشين فيه قدامنا ده المخروب ده كون فيش غيره المادة. والمادة تطورت وطلع منها النبات والحيوان والإنسان، وطلع منها الذوات اللي هي ذاتي وذاتك، دي حاجات ملهاش أصلا أحقية، إنما الشيء الحقيقي هو المادة، المادة الشيء الموضوعي اللي قدامنا ده، كل الباقي ده طلع يعني ثانوي منه، إنما الأصل الحقيقي هو المادة ومفيش غيرها. لغى الذات في مقابل الموضوع اللي هو الكون الموضوعي المادي اللي قدامنا. في فلسفة تانية اللي هي وحدة الوجود، ودي الفلسفة الهندية، لغت كل شيء وقالت لك ما فيش إلا الله الواحد. وربنا بتاعهم في الديانة في كتاب اليوبانيشاد بيقول لهم، ده ربنا بتاعهم بيقول لهم أنا القاتل والقتيل والسكين، أنا السجين والسجن والسجان، أنا الوردة واليد التي تخطفها، إذا ظن القاتل أنه قاتل وظن القتيل أنه قتيل فإنهما لا يعلمان ما خفي من أساليبي، حيث أكون الذراع لمن يقتل والصدر لمن يموت، وحيث أكون أنا الواحد وأنا الأشياء. ده النشيد بتاع اليوبانيشاد في الديانة الهندية القديمة، وخلصته إن ما فيش حاجة خالص لها أحقية في الوجود، وما فيش إلا الله سبحانه وتعالى، وبس واحد هو الكل، لدرجة إن الواحد عندهم هو القاتل والقتيل، وهو أنا وإنت، وهو كل الناس، وهو كل وردة واليد التي تخطفها. طب هيحاسب مين؟ ما هو ما فيش بقى حساب عندهم بقى في الديانة دي، ما فيش الحساب ولا حاجة. يعني جعلوا الله هو الخالق والمخلوق معا، هو الخالق هو المخلوق، وما فيش إلا حقيقة واحدة هي الله، ولغوا كل الباقي. الكسرة لا أحقية لها ولا وجود، الوجود هو الواحد بس،
وده اللي بيسموه وحدة الوجود، وهي نوع من الكفر البين لأنها تنكر كل شيء في مقابل الاعتراف بالواحد. طبعا هي الآية بتاع التوحيد عندنا تحدد موقفها على طول بين الثلاث طيارات دول. ليه؟ لأن الآية صريحة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يبقى إذن كل واحد من دول حقيقة مؤكدة لا شك فيه. الآية تقرر أن الله حقيقة، وأن الذين شهدوا بوحدانيته حقائق، الملائكة وأولو العلم. فمعنى كده أن الكسرة كلها، أنا وإنت وكل الناس سواء من آمن أو من كفر، من شهد بالله أو أنكره، حقائق، ودول يكلفوا ويحسبوا ولهم عمل ولهم وجود، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق اللي أوجدهم وهو حقيقة الحقائق. فهي الآية بهذا المعنى ترفض الاتجاه المثالي المطلق بتاع ديفيد هيوم اللي بيقول ما فيش غيري أنا وكل العالم حلم في دماغي، ده كلام فارغ. وترفض أيضا الجماعة الماديين اللي بيقولوا ما فيش وجود إلا للكون اللي قدامنا ده، وهو اللي طلع منتجات سنوية اللي هي أنا وإنت ودول كلنا، لما الوجود الحقيقي الأصيل هو الكون المادي ده وما فيش غيره. أيضا الآية تنكر ترفض هذا التيار، ثم بدهي جدا أنها ترفض وحدة الوجود، لأنها وحدة الوجود تعتبر الحقيقة هي الله وما فيش وجود خالص لأي شيء. فدي نوع من يعني نوع هو إيمان كالكفر، هو إيمان كالكفر، فهي مرفوضة تماما بالنسبة للعقيدة الإسلامية. أكن الآية القرآنية البسيطة دي ما هيش مجرد كلمة لا إله إلا الله أربع كلمات أبدا، دي ثلاث أربع كلمات، لكن هي فيها فكر وفلسفة وفيها تحديد موقف. يعني مجرد ما تقول لا إله إلا الله يبقى حددت موقفك بين كل الفلسفات دي ورفضتها، فأكنها ما هيش مجرد كلام، ده موقف، موقف وفهم. الحاجة التانية في لا إله إلا الله أنها لها انعكاسات على السلوك. إذا قلت لا إله إلا الله مصدقا بها حيبتدي سلوكك يتغير وأخلاقك تتغير. ليه؟ لأن لا إله إلا الله في معناها الحقيقي هي كلمة تحرير، أن ما فيش قوي ولا فاعل ولا مميت ولا ضار ولا نافع غيره، يبقى معناها تحررت من كل الآلهة المزيفة، سواء كان واحد بلطجي أو إنسان طاغية أو ظالم أو لم تعد تخشى الموت أو تخشى المرض أو إلى آخره. بتقول في الآخر الأعمار بيد الله، ينتهي الخوف، يعني التشتت، لا إله إلا الله تنقذ النفس من التشتت ومن الضياع بين عدة آلهة. فبدل ما أنت هتخاف من ده ومن ده ومن ده ومن ده، بتخاف من الميكروب والمرض والإنفلونزا ومن مش عارف الحرامي ومن البوليس ومن، لا، تخاف من ربنا بس، لا تخاف إلا من واحد، ولا تخشى إلا واحد، ولا تطمع إلا في واحد، ولا تطيع إلا واحد، ولا تسأل إلا أمام واحد. فكل ده يبسط، يوحد النفس ويجمع همة النفس على الله سبحانه وتعالى، ثم يديها شجاعة، لأن ما عادش الواحد يخاف بقى، ما دام النفع والضرر بإيده يبقى أنا ما خافش من حد، لا هيقدر ينفعني بشيء ما كتبوش ربنا عليا، ولا يضرني بشيء ما قضاش به ربنا عليا، فأنا خاف منه ليه؟ ما خافش من الموت لأني بقول الأعمار بيد الله، ما خافش من المرض لأن المرض ده قضاء ربنا بينزله، وممكن هو بيمرض بيشفي، هو الشافي وهو المعافي فما دام حطيت أملي فيه وطمعي فيه وخوفي منه وطاعتي له ومسؤوليتي أمامه، تبتدي المسألة تتبسط خالص، والنفس نفسها يجتمع، شمل النفس يجتمع بهذا التوحيد، أكنك جيت سلكتها كده زي حبات السبحة في خيط واحد. فبدل ما تبقى نفس مشتتة عمالة ترتجف وتخاف من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومنزعجة وهلوع وجزوع وقاعد عمال تقول يا ترى، هتبقى إنسان مطمئن، هيبتدي النفس يبقى فيها طمأنينة وسكينة وتوكل يخشها الراحة، تخشها النور من جوه وتتحرر، النفس تتحرر. فمعنى لا إله إلا الله بالنسبة للإنسان معناها كمال أخلاقي، ما
معناها طمأنينة وسكينة.